مرحبا اخواني واخواتي متابعين القناة الاعزاء. هذه الحلقة حتكون التوقعات لشهر 7 يوليو 2023 بمواليد برج القوس. سنقرأ الان في اوراق التاروت على جميع الاصعدة، نعم، السفر، الصحة، العمل، المهنة، العلاقات المتعلقة في الدائرة الاولى، ثانية، ثالثة، مواليد عشرية اولى، ثانية، ثالثة، الامور التي قد تتحسن في الاونة القادمة. طبعا لا تنسونا من دعمكم في اللايك، الاشتراك، وزر الانتباهات والتعليق، الكومنت الجميل، عشان نبقى دائما على اكبر سعة للتواصل معا. طبعا يا حبايب القلب، هنالك سوف يكون زيادة في الدخل المادي بشكل ملحوظ، وخصوصا في المنتصف الثاني من الشهر سيكون الافضل ماديا بامتياز، ويوجد طاقة وحيوية أكثر من المعتاد، مما يجعلك قادر على البداية في مشاريع جديدة، ويكون الحظ لجانبك في الأيام التالية اللي هن من 10 11 12 13 29 27 19 17 15 8. هذه الأيام الأكثر حظاً للبداية في مشروع يعتبر مشروع ناجحاً. أما أمورك العملية سيكون اسمك يكبر ونجمك يلمع، وتكون محط بالأنظار من حولك بسبب زيادة في شهرتك، وتلاحظ أنك المشاهير، ويقلب هذا الأمر على الأمور كثيرة تتعلق في أمور الحماس والنشاط والأدرينالين عندك. يحدث معك تغير مفاجئ مما يغير طريقة حياتك ويقلبها رأسا على عقب، مما يجعلك فخور بهذه الانقلابات اللي راح تبدأ فيها، وفرص قوية جدا ومغرية للسفر بهدف العمل وتحقيق الأحلام. نعم، سوف تلغي علاقاتك مع الكثير من الأشخاص بسبب سوء تفاهمك معهم، لأنهم فعلا طريقة كلامهم ما بتوضح عن أي شيء من ما داخلهم، ولن تسمح لأحد بأن يسير أمامك مطلقا، وتكون الرجل القيادي الإداري بشكل أكثر من المعتاد، وهنالك الكثير من الأشخاص يحاولون تقليدك في الكثير من الأمور، وسوف تشارك في أعمال إنسانية بشكل عام. كل مساعداتك وما شابه سوف تكون للأسر الفقيرة. أما المتزوجون، حتكون حياتكم الزوجية بإذن الله تكون القائد والمسيطر أغلب الأوقات، وطلباتك مستجابة دائما، وسيوفر ويحاول الشريك أنه يعطيك الوقت الأكبر وأجواء خالية للتفاهم معا، وعشان تقضوا أجمل الأوقات سوا. أما العازبون من مواليد برج القوس، سوف يكون الكثير والكثير من المحبين يحيطوا حواليك، ويجب عليك الاختيار الشريك اللي حيكمل معاك المنتصف الثاني من العمر، وفرص قوية جدا للاقتران الخطوبة. نعم، وأما للأشخاص العاطلين عن العمل من مواليد برج القوس، سوف يكون بإذن الله شهر 7 يوليو 2023 هو أفضل الأشهر لكسب الأعمال الجديدة كليا بلا أي منازع. طبعا هذه التوقعات كانت لأهم 11 حدث سيحصل لك يا قوس في شهر 7 يوليو 2023 يوليو القادم. أيام قليلة تفصلنا عن هذا الشهر، بإذن الله ستبدأ في حماس ونشاط وقوة. لا تنسانا من اللايك، اشتراك، زر الانتباهات، التعليق الحلو على هذا الفيديو، وتواصل معي على رقمي في صندوق الوصف أسفل الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين القناة الأعزاء.